برلمانيا الآن قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام نواب الغرفة السفلى مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، موضحا أن هذا القانون جاء ليتماشى مع مخرجات الدستور الجديد. أحمد مداني والتفاصيل. يأتي مشروع هذا القانون طبقا لأحكام المادة 63 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية وحالة المادة على تحديد قائمة هذه المسؤوليات العليا والوظائف السياسية حالة على تحديدها بموجب قانون.